مساء الخير يا شباب. دي كانت مسألة مطلوبة في على أحد الجروبات من أحد الزملاء، إن هو على مسألة على الوسط الحسابي للتوزيع التكراري. ده الجزء اللي هو اليونت 3 أو الوحدة رقم 3 في منهج سنة تانية إعدادي في الاستاتيستكس أو الإحصاء. طبعا المسألة دي مسألة بتيجي في الامتحان على طول ومشهورة، يعني ودرجتها مضمونة وسهلة جدا يعني. فدي بتعتمد على الوسيط الحسابي اساسا بيتعمل ازاي، ان هو بتبقى لو انت عندك مجموعة من الارقام بتجيب ايه مجموعهم على عددهم. بس هنا مديك جدول توزيع تكراري او جدول تكراري، دي بتتعمل عن طريق حاجة اسمها المركز بتاع المجموعة. فانت اول حاجة بتجيبها بتجيب ايه بتكتب كده ايه، انا المجموعة هتعمل زي جدول المجموعة بتاعتي. اول حاجة مجموعة اللي هي 5 شرطة، تمام، بتجيب لها المركز. طيب المركز عبارة عن ايه؟ المركز عبارة عن الحد الادنى زائد الاقصى على 2. طيب فهنا هنا 5 شرطة دي معناها بيقول لك 6، يعني في 6 افراد ما بين من 5 شرطة لايه لغاية قبل 15 شرطة. فهنجيب المركز ازاي؟ اللي هو 5 زائد 15 على 2 فيها كام؟ 20 على 2 اللي هو 10. ونفس القصة بقى على 15 شرطة هتعملها ايه؟ 15 زائد 25 على 2 هتلاقي فيها 20، و25 شرطة هتلاقي فيها 25 زائد 35 على 2 فيها 30، و35 شرطة هتلاقي 35 زائد اللي بعديها تبقى كام؟ 45، على أساس الفرق ما بينهم 10 يبقى تاخد 45 على 2 فيها 40. بعدين تقوم جايب ايه؟ التكرار عند كل ايه نقطة. عند 5 شرطة التكرار بتاعها كام؟ 6. عند 15 شرطة التكرار بتاعها كام؟ 8. عند 25 شرطة التكرار بتاعها كام؟ 4. عند 35 شرطة التكرار بتاعها 2. وبعدين هتجيب حاجة اسمها المركز في التكرار، اللي هو بيسموها الاف، اللي هي دي في دي، تاخد ضرب دي في دي. 10 في 6 ب60، 20 في 8 ب160، 30 في 4 ب120، 40 في 2 ب80. تمام. بعدين هتجمع دول مع بعض بالآلة كده اهو. معلش استنى بس اجيب الآلة عشان هنا الآلة فين. 60 زائد 160 زائد 120 زائد 80 هيطلع كام؟ 420. والتكرار مجموعهم هو مدوك 20، هتجمعهم هو ايه؟ 20. يبقى الوسيط هنا، الوسيط بتساوي كام؟ ده على ده، 420 على 20، اللي هو هيطلع كام؟ الآلة برضو 21. يبقى الوسيط كام؟ 21. تمام. خلاص كده دي حل المسألة. لو حاسس ان انت فهمت المسألة ادعمنا بالاشتراك في القناة، وكمان اعمل لايك للفيديو واعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. اشوفكم على خير.